الأطفال يتعلمون بشكل أفضل حينما يكونوا مستمتعين. انطلاقا من هذه القاعدة أقيم بمدرسة 22 مايو بمديرية الخوخة مهرجانا بعنوان ألف ابتسامة لأطفال تهامة، الذي نفذته مبادرة غيث التنموية برعاية من دائرة الشباب والطلاب في المؤتمر الشعبي العام ودعم من المقاومة الوطنية. هدف المهرجان الذي كان مزيجا من الترفيه والمرح إلى تحقيق أهداف تربوية وتعليمية والمساهمة في خلق جيل متسلح بالعلم لا بالحديد والأفكار الطائفية. بمناسبة عيد الفطر المبارك، ها نحن اليوم نشارك أطفال الساحل الغربي بفرحة العيد. فقد نفذ هذا المهرجان الذي يسمى ألف ابتسامة لأطفال تهامة برعاية كريمة من القضاء الطلابي والشبابي للمؤتمر الشعبي العام، وبدعم خاص من المقاومة الوطنية الذي نفذته مبادرة غيث التنموية. فهذا حدث يعتبر حدث نادر، بأن نحاول على إسعاد الأطفال في هذه المنطقة التي تعست فيها الأحداث المأساوية. نحن أنشأنا هذه المبادرة من أجل زراعة الفرحة في قلوب الناس، ومن أجل نشر ثقافة التعاون وحب الخير للغير. رغم الظروف التي تعاني منها اليمن، إلا أننا أسرة غيث نحاول وضع بصمتنا في المجتمع وتأثير في الناس. نحن اليوم في مدينة الحديدة مديرية الخوخة من أجل إقامة فعالية ألف ابتسامة لأطفال تهامة برعاية المؤتمر الشعبي العام والمقاومة الوطنية المشتركة. نحن سعداء جدا بتواجدنا اليوم من أجل إسعاد الأطفال. سنحاول قدر استطاعتنا أن نسعد ألف طفل أو أكثر من ألف طفل في هذه الفعالية إن شاء الله، ولنا أعمال أخرى بإذن الله في مديريات أخرى ومحافظات أخرى. تضمن المهرجان فقرات مختلفة ومتنوعة، قضى الأطفال معها أوقاتا سعيدة لا تنسى، تخللتها مسابقات ترفيهية ووصلت ممتعة ومناسبة لمراحل الأطفال النمائية، نالت إعجابا شديدا منهم، استمتعوا معها بشكل كبير وتفاعل، وقالوا إنها المرة الأولى التي يعيشون فيها هذا الشعور منذ سنوات سيطرة الميليشيات الحوثية التي جعلت من الأطفال وقودا لحربها العبثية وزجت بالكثير منهم إلى محارق الموت تنفيذا لمشاريعها السلالية العنصرية. في ختام المهرجان شكر الأطفال قيادة المقاومة الوطنية وحزب المؤتمر لدعمهم مثل هكذا فعاليات وأنشطة اجتماعية وإنسانية، مرددين هتافات تحيا الجمهورية اليمنية دلالة على رفضهم للإمامة الكهنوتية وأجندتها الرجعية. مبادرة هادفة رسمت الابتسامة على وجوه أطفال تهامة الذين أحرمتهم الميليشيات الحوثية طيلة السنوات الخمس الماضية من الفرح والبهجة. من مديرية الخوخة، شرف الشمري، اليمن اليوم.